في ظل الغموض حول مصير الهدنة في سوريا، تنتظر قوافل المساعدات الإنسانية في المنطقة الحرام على الحدود بين تركيا وسوريا. بحسب المعلومات الواردة من حلب، لم يتم تسجيل أي حركة على طريق الكاستيلو، خط الإمداد الرئيسي الذي يفترض أن تسلكه المساعدات الدولية إلى شرق المدينة المحاصر من قبل النظام. وكانت روسيا أعلنت أن الجيش السوري بدأ يوم الخميس الانسحاب من طريق الكاستيلو، لكن فصائل معارضة قالت إنها لم ترى أي مؤشر على ذلك. الأمم المتحدة عبرت عن أملها بوصول 40 شاحنة محملة بالمساعدة الغذائية تكفي لإطعام 80,000 شخص لمدة شهر إلى الأحياء المحاصرة في شرق حلب في أسرع وقت ممكن. المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون صرح بأن التحدي الذي ما زال يواجه المنظمة هو ضمان التوافق بين أطراف النزاع والجهات التي تتمتع بنفوذ عليهم. الكريملين أعلن من جهته أنه مستعد لاستخدام نفوذه لإلزام الجيش السوري بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا تاما، وعبر عن أمله في أن تمارس الولايات المتحدة نفوذها أيضا على جماعات المعارضة المسلحة لتنفيذ الاتفاق. فاتفاق الهدنة بين الجانبين الأمريكي والروسي ينص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف المدنيين في نحو 20 مدينة وبلدة محاصرة، وعلى تحويل طريق الكاستيلو إلى منطقة خالية من السلاح، وتجديد مهلة الهدنة كل 48 ساعة إذا صمدت لأكثر من أسبوع. ورغم الاتهامات بين النظام السوري وفصائل معارضة على انتهاك الهدنة، اعتبر الكريملين وقف إطلاق النار في سوريا صامدا إلى حد كبير، رغم ما وصفها ببعض الانتكاسات.